للمرة الأولى مشاهدينا يعرض أسبوع الموضة العربي تشكيلة أهل ربيع الصيف 2010 في دبي. هذا العرض تميز بأن جمع أكبر عدد من المصممين ومن مختلف أنحاء العالم، هو يهدف إلى توفير الفرصة اللائقة للجمع بين الثقافات من خلال تبادل الأذواق والخبرات. ليس ذلك فقط لوجين، بل يهدف أيضا إلى نقل آخر ما توصلت إليه مدارس الموضة العالمية. أسبوع الموضة العربي تميز بأنه استطاع أنه يجمع بين كل ما هو غريب ومميز بثلاثة أيام فقط، رغم أنه ينطلق للسنة الأولى بعالم جمع أرقى التصاميم العالمية. طبعا المشاركين كان المصمم العربي العالمي عقل فقيه. صباح خير. صباح النور. صباح الخير. أهلين. حضرتك شاركت بالافتتاح، قبل ما نبدأ معك بالحديث أكثر رح نشوف هذا التقرير يلي بنقلنا الأجواء، بنرجع لحضرتك. سلام. أسبوع الموضة العربي بدبي 2009 ومعنا ميس بولاند من UK. How are you? I'm good, thank you. And you? Do you like modeling and why you choose this work? I love modeling. I love fashion. أنا أحب عرض الأزياء لأنني أتمتع بالطول اللازم، كما أنني أحب ارتداء كل ما هو جديد وغريب.